اسبوعين مكافأة. اسبوعين خصم. لا معلش، بس بجد لولاك انا ما كنتش خدت الاسبوعين دول. متشكر. ايه احنا تهنا ولا ايه؟ يا ريت نفضل تاهين كده وما نقابلش ولا اي حد، ولا يعرفنا ولا نعرفه. للدرجه دي بتكره الناس؟ مش بكرههم، مش عايز اكرههم، بس في نفس الوقت برضه مش قادر افضل احبهم. بكره لما تكبر يا عباس هتعرف ان ما بين الحب والكره في 200 احساس، لا هما حب ولا هما كره. بكره لما تكبر. طب انا هعديها لك المره دي، بس ما تقوليش كده تاني. بس لو جيتي الحق انا اكبر منك. اكبر مني ازاي يعني؟ انت ناسي قد ايه؟ بس مش مهم، مسيرك في يوم هتفهم. يلا عشان اوصلك. لا مفيش داعي، هروح لوحدي. لا ايه اللي هروح لوحدي؟ الوقت متاخر ولازم اوصلك. بصراحه مش عايزه طارق يشوفني وانت بتوصل. خايفه منه؟ هيعمل ايه يعني؟ ولا حاجه، بس هيسالني ليه. وبصراحة أنا مش عارفة ليه. تصبح على خير. وانت